بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بالبراكتيكال اكزامبلز. راح نحل ثلاث امثله، واحد مال كتاب ومثالين اضافيات. المثال مال كتاب شو يقول؟ يقول a single story building is idealized. يقول عندنا بنايه متكونه من طابق واحد، كم تم تمثيلها as a rigid girder supported by weightless columns. زين، rigid girder supported by weightless columns. قلنا ذن الفرضيات من يجتمع شو نسمي هاي؟ ها؟ شير بيلدينج. مو سمينا؟ قلنا شنو هي الشير بيلدينج؟ هي موديل عادة شبيه فرضيات بفرضيات انه rigid girder weightless columns. وبعد شنو كانت هسه؟ اكو عندنا فرضية نقص هنا، ايش كان فرضية؟ ها؟ weightless هي ماسلس، اي مو ها ال inextensible columns. فالcolumns بها صفتين، انه هي weightless او ماسلس. وطبعا منو الادق نقول weightless لو ماسلس؟ من اللي يهمنا احنا هسه؟ ها ماسلس عفوا يهمنا، احنا عندنا هذا horizontal excitation، فمنو اللي يتاثر بالhorizontal excitation؟ مو الوزن، الكتله. اوكي، شلون انفجر هذه؟ فهاي بنايتنا، شوفوها واضحة؟ زين، بلو هسه هاي البناية شبيها. In order to evaluate، من أجل أن نقوم بحساب the dynamic properties، من أجل أن نقوم بحساب خواص هاي البناية الديناميكية of this structure، a free vibration test is made. إذن هاي نوع من الموديل، هل هي ماثيماتيكال موديل او فيزيكال موديل؟ ها؟ لا فيزيكال. مو احنا قلنا الفيزيكال انه انت تسوي ستراكشر فيزياء تلزمه بيدك وتفحصه، يعني العملي اللي راح تسويه كله محسوب على منو؟ على الفيزيكال موديل. واضحه؟ والعملي مره اخرى قلنا ايش بي بي فول سكيل سميناه بروتوتايب او سكيل داون. اوكي واضح. فإذن هاي سووا بناية سينجل ستوري بمختبر معين، أي أوكي. هسه شبيها in which the roof system سطحها اللي هو بين قوسين rigid girder is displaced laterally أزيح عرضيا by a hydraulic jack. المختبر بيه جاك هيدروليكي دفع البناية عرضيا and then suddenly released. بعدين بشكل مفاجئ وخروا شنو؟ الجاك. ايش راح يصير بها؟ راح يصير بها فري فايبريشن نتيجه الانيشال ديسبليسمنت. واضحه؟ ديورينج ذا جاكينج اوبريشن، نتيجه اثناء عمليه الجاكينج، ات از اوبزيرفد، لوحظ انه ذات ا فورس اوف 9072 كيلوغرام از ريكوايرد. طبعا هنا ايضا واضح مسامحه، يعني الفورس ما تقاس بالكيلوغرام، مو بس على فرض أن تعجيل الأرض ثابت، ممكن نذكر نعتبر الكيلوغرام هو مقياس للقوة. is required to displace the girder 0.508 سنتيمتر. إيش قد سلطوا جاكينج فورس؟ 9072. إيش قد أزاحوا البناية؟ هاي المعلومتين إيش تعطينا؟ تصور عن من؟ على الاستفنس، مو صحيح؟ الاستفنس هي شنو؟ هي فورس على دلتا، على دلتا. اوكي زين، وبعد شنو؟ it is observed، هاي قريناها، after the instantaneous release، بعد هذه شنو؟ الاطلاق اللحظية، instantaneous. اوكي لحظي، من يكون الزمن يعني قصير جدا، شو نسميه باللغة الإنجليزية؟ نسميه instantaneous. اي في اللغة العربية آني، خوش آن، مو الآن في اللغة العربية هي القطعة الصغيرة من الزمن. instantaneous release of this initial displacement، the maximum displacement of first return swing is only 0.406 سنتيمتر. مو كمل دورة كاملة، هاي ال 0.5 سنتيم ايش قد قلت؟ ايش قد صارت تقريبا؟ 0.4. هسه الفرق بين البيك ايش راح يعطينا تصور؟ على الدامبنج. ها واضح؟ مو؟ الفرق واضح؟ اي
إذا أكو سؤال سألوا الله يخليكم أي سؤال زين. And the period of this displacement cycle is t تساوي 1.4 second. Okay. هسه from these data okay. هاي يا نوع من الداتا هاي experimental data مو بيانات شنو تجريبية قايسها بالمختبر مثل ما يعني يجوز بعض من حضراتكم راح يسووها أثناء البحث مالتكم أنت سوى عملي وتقيس من العملي from these data determine المطلوب أن تحسب the following dynamic behavioral properties. السؤال الأول إيش قد وزن الجيردر effective weight of the girder. أوكي سؤال المطلوب الثاني ال undamped frequency of vibration. سؤال الثالث شنو damping properties. واضح زين. أوكي نجي إحنا إيش عدنا المعلومات الأولى على الاستفنس مو قايل إنه أنا إذا سلطت jacking force هل قد كيلوغرام راح يصير عندي إزاحة بهالمقدار فنحسبها استفنس كل ما هنالك إحنا نستفنس شريتها ريتها بالنيوتن على المتر فضربنا الكيلوغرام بالتعجيل الأرضي حتى شو يصير بالنيوتن وقسمنا الديسبليسمنت اللي بالسنتيم على 100 حتى شو يصير بالمتر فطلعت الاستفنس ماس ستركتشر 17.5 في 10 to the power 6 نيوتن بير متر زين منطينا ايش منطينا هو التايم بيريد ايش قد 1.4 التايم بيريد احنا ايش قلنا عليها 2 باي على الاوميجا والاوميجا هو كي على ام مو ذيك الدروس قلنا اوكي فاذا رتبها معناتها 1.4 ايش يساوي 2 باي على الاستفنس على الام فبقى عندنا مجهول واحد هو الام نحله واضحه علي ها شنو يعني الكابيتال تي اي الكابيتال تي الفاندمنتال بيريد اوف ستراكشر الزمن اللازم للمنشأ ليكمل دوره واحده واضحه لو اعيد فايت حلوها طلع هذا زين فطلعت الكتله يعني طلع عندنا المطلب الاول المطلب الثاني شو يقول الاندامد فريكوانسي اوف ستراكشر من عندنا الاستفنس والماس مو اوكي نقدر نطلع شنو نطلع الدامبنج مو صحيح فالاندامت بس هو بما انه ما قايل الاندامت شلون يريده فاحنا شلون حسبناه مرتين مره سايكليك ومره سيركولر مو صحيح مره حسبناه سايكليك ومره شنو سيركولر اوكي السايكليك شنو هو قلنا هو الهرتزيه اللي هو cycle per second اللي هو مجرد انه تقلب التي السيركولر هو اوكي هذا قانون الدامبنج هسه الدامبنج ما راح نجيبه هو قايل الانيشال بيك اللي بدا بيها الاهتزاز هي 0.5 كذا سنتي بعد الفيرست سايكل صارت بحدود ال 0.4 سنتيم يعني صار عندنا الديكي من هذا الديكي نقدر نحسب شنو نقدر نحسب الدامبنج اوكي فنقول اللوغاريتمك ديكي سمول دلتا هذا تعريفه اللي هو شيء يساوي 2 باي على الاكساي على 1 ماينص اكساي تربيع اوكي بهالشكل وتحله يطلع هذا الرقم ما بيفتش يا ماكو داعي نروح للتبسيطات مالها نحله بالمناسبه كل البرنامج انتم حاولوا تنزلوه من النت فري هو ينزل هذا اسمه مايكروسوفت ماثماتكس مايكروسوفت ماثماتكس وهذا مال شركه مايكروسوفت هذا ميزته انه يقرا فايل يعني يقرا معادلات الوورد هسه انت مثلا هاي تريد تحسبها هاي ذبها هنا ويحسب لك اياها واضحه ويحل يعني ولو أنا بصراحة ما أعرف يعني هو ما أعرف إنه مرات يعني الله يهدي ويحل ومرات ما يحل أساي مثلاً إيه ها هو اللي قدام مفتوح من إيه فما راح يحلها والله إذا هاي أقصها خليه هيجي أقصها بالله إيه و
اكتب له لين ماذا بحرف الله والله يحلها اي والله حلها هاش هذا كلش مفيد كلش مفيد هذا بحيث انا يعني من تعرفت عليه حتى حاسبه ما عندي بالبيت كلش مفيد هذا اي اوكي فهايد دامج زين هسه شنو المطلب الثالث بعد كان يريد من عندنا دامج بروبرتيز اي هسه سؤال هذه هي الدامج بروبرتيز يعني هاي هي الحقيقيه هسه اذا واحد راد يحسب السي فهو بالحقيقه لاغراض اكاديميه احنا ما نتكلم بدلاله السي نتكلم بدلاله الاكساي اللي هو دامبنج ريشيو فاذا صار هذا واضح فاذا واحد راد يحسب السي نجي نقول هو السي شنو هو السي على سي سب سي هو الاكساي والسي سب سي هو 2 ماس في الاوميجا فمعناتها السي هو الاكساي في 2 ماس في الاوميجا كلهن عندنا تعويض مباشر يطلع زين الدامت سيستم شوف هنا هاي كتبته بس حتى تحسون بالفرق انه يعني شوف ايش قد الفرق طفيف يعني هاي سناخذها نخليها هنا يطلع هذا الرقم مو اي اوكي هذا الرقم بس احنا بالنسبه لنا كمهندسين مدني هذا رقم ايش يعني ليش واحد من يعرف ليش واحد عافيه هذا الجواب بما ان احنا بالهندسه المدنيه 3 significant figure فهاي الارقام اي هاي الارقام يعني كلها بعد ما تعني لنا شيء فهذا اوكي زين اي هسه ناخذ مثال لاخ هذا المثال يعني بلكت ان شاء الله على الدروس الاخ نبدا نحله يعني نحله بالفاينايت اليمنت حتى نشوف الفرق ايش عندنا سنجل ستوري بيلدينج انديكيتد ان فيجر 2.5-2 فباعوها بنايه سنجل ستوري اساسها شريطي بها كم سبورتنج فريم 4 يتعرض عليها تتعرض الى حمل ابلايد لود يعني تصوروا هذا جاي من السوبر امبوزد وروف لايف لود مثلا مقداره 15 كيلو باسكال البلان فيو مال البنايه هذه 7 متر والفضاء المسافه بين فريم وفريم 5 متر هاي البنايه المطلوب ادوبتنج اوف شير بيلدينج موديل افترض انه انت تقدر تستعمل فرضية الشير بيلدينج وبعد considering a typical interior beam مأخذ وتأخذ بنظر الاعتبار beam فريم داخلي اللي هو يا أما هذا يا أما شنو هذا زين وبعد assuming fixed support to simulate continuous footing واعتبر انه هاي الفوتينج ايش تقدر تبدلها fixed support اوكي بعد ما تفرض هذه الفرضيات الثلاث شنو المطلوب؟ مطلوب ان انت تحسب الناتشرال سيركولر فريكونسي اللي هو الاوميجا والسايكليك فريكونسي اللي هو الاف والفندمنتال بيريد تي اوف ذا بيلدينج اوكي شو وقت وين ذا بيلدينج فايبريتس عندما تهتز هذه البنايه طبعا فريلي فايبريتس بيا مستوي بالاكس الونج اكس اكسس يعني تهتز هيك يعني البناية واضح ممكن تهتز بهالاتجاه يعني بال XY plane ممكن تهتز normal to the XY plane بهالشكل فنجي هنا اوكي السؤال المهم انه شو راح نحسب الاستفنس احنا فارضين من الاسفل fixed فارضين من الاعلى rigid girder يعني ايضا rotation شبيه صفر فمعناتها الديفلكتد شيب مال العمود مالتنا ايش راح يصير شكله بهالشكل مو واضح لو لا اي زين هذا الارقام وين مرات عليكم يعني انا هسه اذا العمود او البيم او الفريم يصير بي فقط شوي without rotation مو اي اذني وين مرات عليكم ذني يعني الارقام شايفيها 6 اي ها وين بيصف ها اي يعني اي خوش هاي خوش الاجابه تبشر بخير اي يعني وين كانت هاي بالسلوب ديفلكشن مو اي تذكروا السلوب ديفلكشن ايش بي يقول انه المومنت ينشا من ثيتا اي اللي هي دوران في النهاية القريبة أو ثيتا بي دوران في النهاية
بعيدة أو دلتا اللي هو شوي. إحنا حالتنا شنو هسه هي؟ إنه ثيتا أي وثيتا بيش بيهم أصفار، فش بقى عندنا؟ بقى عندنا شوي، واضحة؟ فسنتو يعني هسه إحنا بيش بدينا؟ بدينا جبنا المومنت. المومنت منو قال إنه المومنت نتيجة لشوي هو 6 إي آي على إل تربيع؟ هاي من جبناها؟ هاي جبناها من السلوب ديفليكشن ثيوري، واضحة؟ أي إذا يعني معناته إحنا من بدينا الحل بيش بدينا؟ بدينا بمعلومة إنه نتيجة لشوي يصير عندنا end moment شقد مقداره 6 اي اي اوفر ال. الان الشير شقد بعد صارت المساله statically determinate اذا عرفت العزوم. مو العزوم الان شو جاي يسبب؟ جاي يسبب rotation. هذا rotation ايش بيه؟ clockwise لو انتي clockwise؟ انتي clockwise. شقد مقداره هذا rotation؟ مقداره او rotating moment مقداره 6 اي اي على ال تربيع في 2. فمعناته الشير لازم شو يسوي؟ يسوي انتي كابل يقاومه. فالانتي كابل شلون يدور؟ لازم يدور كلوك وايز، مو؟ اي فلازم الشير في الارتفاع مع العمود تط الانتي كابل. فايش قد تطلع الشير؟ تطلع 12 اي اي على ال تكعيب، واضحه؟ زين اي احنا ايش جاي ناخذ احنا؟ هسه اشرح منو راح تمثل الاستفنس عندنا؟ تمثلها الفلكتشرال استفنس، يعني علاقة ال لو يعني 6 اي اي لو 12 اي اي 12 احنا جاي ناخذ سيجما اف اكس، مو حركة افقية، واضح؟ فإذا هاي الاستفنس مالتنا، واضح؟ اي ليش ضربناها في 2؟ لان كل 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 فريم مسند على كم عمود؟ عمودين، فطلعت هاي الاستفنس مالتنا. عوضنا طبعا الاي اي مال كونكريت حتى بالامتحانات بالكوزات اذا ما معطات افرضوا اف سب سي برايم وحسبوها من معادله الاي سي اي فطلعت الاستفنس. اوكي ايش بقى؟ لازم نحسب الماس، واضح؟ الان لو نباوع احنا جاي نتكلم عن تيبيكال، شنو تيبيكال؟ انتيرير سبورتنج فريم. فايش قد يسند مساحه؟ هو طوله 7 امتار، يسند نص الخمسه يمين نص الخمسه يسار، يسند 5، فمعناته راح يسند مساحه مقدارها 5 في 7 في الحمل. اي واضح؟ فاذا الكتله راح تكون 15 مو في 5 في 7، لكن ال 15 ما اقدر ابقيها كيلو نيوتن لان انا بدي احولها بدلاله تعجيل الارضي فاضربها في الف حتى تصير نيوتن. اي هذا شو طلعت؟ طلعت فورس، مو قسمت على التعجيل الارضي صارت كتله، اخذها بعد تعويض مباشر صارت عندي كتله واستفنس اطلع السيركولر فريكوانسي. من السيركولر فريكوانسي اقدر احسب السايكليك فريكوانسي، من السايكليك فريكوانسي اقدر احسب الفندمنتال بيريد. بس هذا الستركشر ايش قد يحتاج زمن حتى يكمل سايكل واحده؟ 0.121 سكند، واضحه؟ واضح. ليش؟ لان هو يعني هاي الستيف طابق واحد فقط، مو؟ فمن يكون هاي الستيف من الدفعة راح يكمل السايكل بوقت قصير جدا، من يكون فلكسبل راح يحتاج وقت أطول. زين هذا المثال الأخ يقول consider a heavy mass capital M is dropped، اعتبر انه فت كتلة ضخمة هي capital M is dropped اسقطت from h height من ارتفاع مقدار small h to the midpoint of the indicated beam الى اسقطت على منتصف البيم المبين في الشكل. assume افترض a lumped mass of the beam at the midpoint، افترض انه البيم كل كتلته وين متركزة؟ في منتصفه. اوكي والdamping ratio ايش قد؟ 10%، واضح؟ هاي معطيات المسألة. المطلوب شنو؟ find the vertical displacement time history، اطلع لنا معادلة اهتزاز هذا البيم مع الزمن. اوكي اي اللي هي شنو؟ هاي طبعا مو نقطة، هاي فارزة ولا حتى يمكن فارزة ترامج اللي هي corresponding to the midpoint of the beam. اذا اخذ الديفليكشن في منتصف البيم اللي هو اوكي واعتبره شنو؟ وادرس الاهتزازات مال تطلع معادلته ويا الزمن. زين هنا شلون تطلع هاي المعادلة؟ أخذ حالتين. شوف الحالة الأولى شو تقول؟ الحالة الأولى بس هاي تخربطت.
الحالة الأولى شنو؟ السيناريو الأول إنه after the impact بعد ما الكتلة هاي سقطت على البيم the mass is assumed يا mass fall falling mass هاي الكتلة الساقطة assumed to be fully attached ارتبطت ويا من ويا البيم وثبتت على البيم. أوكي هذا السيناريو الأول. السيناريو الثاني after the impact the mass falls الكتلة الساقطة down to the ground سقطت إلى الأرض. واضح كم سيناريو؟ يعني مرة هاي الكتلة ضربته وبقت عليه ومرة ضربته وسقطت على الأرض. زين الآن إحنا شلون نحول الفري فول هذا الفري فول شلون نحوله إلى initial velocity؟ خوش زين هو هنا من يسقط هنا من كان هنا وسرعته شنو صفر يعني كان يمتلك potential energy تركناه مو راح كل ما يسقط تدريجيا تبدأ تتحول potential energy إلى شنو إلى kinetic energy. فبقانون بسيط هذا مار عليكم القانون هواي مار علينا بالفلويد هذه مو قانون السقوط الحر. فزين فبعد ما يسقط مسافة g العفو مسافة h إيش قد يكتسب سرعة يكتسب سرعة 2gh تحت الجذر. واضح هاي تمام. فما راح يضرب الستركتشر راح يضربه بهاي السرعة. فإذا الستركتشر هذا البيم مالتنا راح يهتز نتيجة initial displacement لا نتيجة initial velocity. واضحة؟ إذن هاي المسألة شنو؟ إحنا واضح نريد نطبق. إحنا مش تقينا قانون الاهتزاز وعدنا V نوت و V دوت نوت فهذا راح يهتز نتيجة ال V نوت. زين هسا نجي أي ال lumped mass نجي نريد نحسب ال إحنا لازم عندنا معادلة لازم معادلة شو نحتاج بيها؟ نحتاج بيها stiffness وماس ودامبك. زين الماس قلنا كم سيناريو عندنا؟ سيناريو اثنين مو؟ اي السيناريو انه تضرب وتسقط اي فمعناتها البيم من راح يهتز تحت تأثير كتلته فقط. فش قد تصير الماس مال البيم؟ small m فقط. والسيناريو الثاني انه تضرب وتثبت على البيم ما تسقط فالبيم من راح يهتز نتيجة يمتلك كتلتين هاي الكتلة. زين الاستفنس نروح الى الاستفنس قلنا شنو هي اللود على الديفلكشن الفورس على الكورسبوندينج ديفلكشن. زين فنروح الى مقاومه المواد هذا سمبل سبورتد راح تضربه بالنص هي الماس فش راح تشكل كانما بوينت لود مو صحيح اي مو. فالاستفنس هي اللود على الديفلكشن فهذا قانونها واضح منه. اوكي زين هذا قانونها. زين هسه الناتشرال فريكونسي ايش راح يصير؟ يصير في حاله انه الكابيتال ام فولن تسقط بعد مو يصير كي على فقط الستيفنس مال بي. والسيناريو الثاني انه الكابيتال ام از اتاشد تو ذا بيم فيصير كي على ام بلس كابيتال ام. واضحه أي. ناخذ ذني المعلومات. زين الأوميجا دامت كلش قليل فراح نهمله يعني ما راح نتكلم دامت فريكونسي واندامت فريكونسي وفريكونسي وقبل. أوكي زين فسش بقى فقط بس ركزوا ياي بقى فقط نحسب الانيشيال شنو فيلوسيتي فقط. واضح زين هسا واحد يقول مو احنا هسا حسبنا الانيشيال فيلوسيتي هاي مو انيشيال فيلوسيتي شنو نقول له هاي الانيشيال فيلوسيتي شنو prior to collusion قبل مرحلة التصادم. احنا نسأل عن الانيشيال فيلوسيتي اللي هي تجي posterior to the collusion تجي بعد مرحلة التصادم. لا مو وصل هو من راح يضرب ها منها تبدي الانيشال. فهو مثلا كان يعني سرعته 5 وحدات من راح يضرب هو ما يبقى يمتلك 5 وحدات تصير 3 مثلا لان هذا عاقه اي الستراكشر مالتنا راح يهتز نتيجه الثلاثه مو نتيجه الخمسه. واضح زين شلون نجيب السرعه بعد التصادم؟ واضح نروح لقانون المومنتم مو اوكي المومنتم اللي هو انه المومنتم قبل التصادم يساوي المومنتم بعد التصادم.
قبل لا يصادمون البيم مالتنا ايش قد كانت سرعته؟ صفر، فحذفناه مو؟ وكان الجسم الفول ماس هاي كتلته وهي سرعته. بعد التصادم اوكي راح يمتلكون شنو؟ تصير هاي الكتلتين وتصير بيناتهم سرعه مشتركه. واضحه الفكره؟ تمام؟ من يصادمون يصيرون كتله واحده وتصير بيناتهم سرعه مشتركه. فاحل حتى اطلع هاي السرعه مو؟ فتطلع هذا تمام؟ زين؟ الان اروح اعوض بالقانون. هذا هو قانوني مو؟ هذا هو قانون. يا حالة حالة أجيب القانون. طبعا أنتم ماكو داعي قلنا تحفظون أي قانون، قانوني ما تحفظوه أوكي. بس أنا راد تذكروني حتى هذا ماكو الشيتات مع القوانين أرفع عليكم وسحبوه تبقوا ياكم تقرون به حتى إذا بينا واقص ثبتوه. أي ماكو ما تحفظون أي شيء، حتى إذا أنا ناسي شيء ما كاتب قلوا لي عليه تكتب انكتب. اي ما كنت عايش ليش تحفظ يعني؟ يعني ما لا ان شاء الله مو صعبه، لا مو صعبه والله ما يعني ما ادري يعني ان شاء الله عادي. لا هي عفك من شو اسمه يعني عفوك من الامتحان. الفكرة انه هو يعني انت ليش تحفظ؟ ماكو داعي تحفظ. يعني انا اريد الوقت، الفكرة انه انت الوقت اللي تحفظ به ركز به، شوف يعني شوف انه هي هاي الفيزياء مالتها شنو يعني. يعني ليش تحفظ؟ شنو الفكرة من انه انت تحفظ؟ مو لو لا مو صحيح يعني. يعني شنو الفكرة انت تحفظ؟ يعني هالوقت والجهد يعني الامكانيات الذهنيه اللي جاي تصرفها بالحفظ، طب نصرفها يعني نصرفها خلينا نفكر بالفيزياء ما شاء الله. احنا نريد يعني نريد من نخلص انه انتم تشتغلون بهاي الامور تقدرون تتخذون قرار بها، فشنو فكره الحفظ؟ فما في داعي للحفظ. يعني بصرف النظر عن انه ايش راح تجي الاسئله وهذه، فالمهم هسه احنا وين راح نروح؟ نروح الاندر دامت. شلون عرفنا اندر دامت؟ للكساي 10% يعني اقل بكثير من الكريتيكالي دامت اللي هو ايش قد يعني 100%. لو كانت الدامبنج 100% يعني شنو يعني؟ يعني سي يساوي سي سب سي، فاحنا عندنا 10% اوكي. فعرفنا انه اندر دامت، رحنا جبنا المعادله مال اندر دامت. اجينا هل انه اهتزازنا نتيجه انيشال ديسبليسمنت؟ لا، فهذا شطبناه زين. وهنا الانيشال ديسبليسمنت ايضا تظهر شطبناها اوكي، فبقى اهتزازنا بهالشكل زين اوكي. اي هذا هو اهتزازنا. يبقى هذا شوفوا هذا الحد، هذا الحد بكم سيناريو؟ اي السيناريو الاول انه الام تضرب وتسقط مو، فيصير الاوميجا تي هذا الاوميجا هذا قانونه. والسيناريو الثاني انه الكابيتال ام تضرب وتثبت ف اوكي واضح. يعني الانيشال فيلوسيتي وحده، يعني هاي من تضرب تعطيك نفس الانيشال فيلوسيتي، لكن اذا ثبتت راح تاثر على الانيشال فيلوسيتي وتاثر على الناتشرال فريكوانسي. اذا ضربت وسقطت راح تاثر على الانيشال فيلوسيتي لكن ما تاثر على الناتشرال فريكوانسي. واضح الفرق. زين الان الهوم وركات على السريع نمر عليهن. الهوم ورك الاول اي يقول حل المثال مال البنايه، ماكو هاي البنايه اللي اخذناها 3 فريم، لكن اخذ بنظر الاعتبار الانخفاض اللي يصير بالستفنس مال الاعمده نتيجه الكراكينج. العمود مو يصير به تشقق نتيجه الاهتزازات، فايش قد راح تقل الستفنس زين. اي تروحون وين؟ تروحون على الاي سي اي. الاي سي اي شو يقول؟ يقول اذا صار اهتزاز مو حسب الايرث كويك، احنا ايش قد ناخذ، ايش قد نقلل الاستفنس مال العمود؟ نضربها في 0.7، فنعتبر انه العمود خسر 0.3 من الاستفنس مالته نتيجه شنو؟ نتيجه الكراك. هذا ايش راح يسبب للاستفنس مال ستراكشر؟ تقل. وش يسبب للفندمنتال تايم بيريد مال ستراكشر؟ تزيد. هذا المثال الاول. المثال الثاني اي ها معطيكم الهنت، هذا الحكي انت معطيه الهنت. ها؟
هو هاي اي هو اي كراك اي اي هو هذا اي كراك اي تقريبي تحسبه تقريبي اي. زين المثال الثاني انه ارجع حل البنايه مو هذه نفسها، لكن افترض ان هذا الكونتينوس فوتنج شي يوفر لك، يوفر لك هنج ما يقدر يوفر لك فيكست، واضح؟ فعمودك شو راح يصير؟ يصير هنج من الاسفل فيكست من الاعلى، فطريقه حساب الاستفنس مال تشبيهه تتبدل. اوكي المثال بعده هذا الصندوق وضربته بطلقه زين وزن الطلقه 0.2 باوند اوكي واجت بسرعه فضربت الصندوق راح الصندوق الشبدي يبدا يهتز. ايش قد اهتزازه؟ ها شنو اندامت هنا اي اندامت يعني يريد يقول اندامت اي اوكي. فهاي المساله يعني هاي المساله فري فايبريشن نتيجه انيشال فيلوسيتي تشبه المثال اللي حليناه فوق. اوكي شو بقالنا هذا أي. هذا مصعد اليفيتر موديل مال اليفيتر اي زين معلق بكتله هاي الكتله تنق يعني الكتله تسبب نزول المصعد ولسبب ما تنقطع الكتله فيبدا المصعد شنو يهتز. هذا شنو هذا free vibration نتيجة initial displacement واضح هاي هذا الهومورك. هذا مثلا اجى كويز بوحدة من السنوات زين اوكي determine the value of شنو of damping ratio xi for the simple spring ايش منطق منطق السي ايش يريد من عندك يريد من عندك الxi ايش راح تسوي؟ اي راح تحسب السي صب سي اللي عندك قانونه 2m في الاوميجا مو صحيح؟ فلازم تحسب الاوميجا مال السيستم 2m في الاوميجا طلع السي صب سي وعندك السي تقسم السي على سي صب سي. اوكي مثال الهوم ورك اللي بعده هذا عندك تسجيل الاهتزاز مو؟ ايش قد الدامبنج او السي مو؟ عندك ديكي مو؟ اي فتطبق القانون مال ديكي تمام واضح هاي لنا